الخلق جاء في آخر مثال، والغير جاء في أول خلقه. إذا قلت تقارب، إذا قلت مثلا إيه هي قريبة لها، ولكن قريبة لها من الجيم من جهة الثياب، إن جات من الجيم والقاف قريب تولى، ولكن من جهة الأول ديال الفم. إك إيه هي قريبة حتى تبدأ كما تحركتك وإذا والقاف تايا كتب إك إك إيه زعم تقربي غير هذاك جاب تقرب من جهة الأخوة، هذا جاب تقرب من جهة الإنسان. اللسان الذي يقارب من أحرف اللسان حروف الحرف هو القاف مع الكاف، سيقارب الغين والخاء، لأن الغين والخاء جاءتا في أول الحلق في إذن الحرف. لا غادي أكون صعدت في أول الحلق إلا مختلفا، والقاف والكاف جاءوا في آخر الحرف عندها عندك واحتجاجات يدير أكون لكن مشرف على الحق، ديك اللحمه المشرفه على الحق، ثم تبدا تيبغي تفضحوا بجوج، ومع ذلك ما تيبغوش. علاش؟ لان حروف الحق ما تدخل بمقاربها. فلذلك ربنا لا تزغ قلوبنا، ولا تقل ربنا لا تزغ قلوبنا، لا يجوز في العربيه، وما لا يجوز في العربيه لا يجوز في الروايه من باب ولا اخرى. كل ما لا يجوز في الدرايات فإنه لا يجوز في الرواية، أما ما جاز في الرواية فإنه جائز في الدراية دائما وأبدا. وما للقياس في القراءة مدخل، كما يقول الخطيب بعتدي لما رواه الناس من هو إن ضعفه القياس. القراءة سنة متبعة، كل ما جاز قراءة جاز عربية، وليس كل ما جاز عربية يجوز قراءتان. فالقراءة تقوم على العربية، والعربية تقوم على القراءة. والزبل هذا قال ابو تحقاش اسمي كيف قالوا هنا قالوا بديك بها على كين في إدغام مع لغة خواتل تقفوا الصيف تكلوا الصيف والزبل بلا حكوا تقفوا دعوا ثلاثة تدخلوا مع القصف وقام تبي بيجي بها المقرية هذه بنتين هذه فمسوح هذه قريت إذا كانت قريب فمس أطلع قريت ديال بابين أنا فدايرة إذا كانت قريب فمس أحسن يجيك إذا قلت أليس هذا ذي الحق قريت واحد شوية ضرب عطل حركات عاد يقول قالوا بلى وربنا نخلصوا بالحق أنت وقف عليها مع القالوا إذن أنا تقول سبقت إحنا بقيت وقت شيء قل أليس هذا ذي الحق قالوا بلى وربنا بعد بحال هذا دروك ما يمكن دروك إذا وصلت هنا ما يمكن تقوم ده مرة إنه قاعدة الحرف إذا سبق أن أدغم فيه ما قبله لا يجوز أن يدغم فيه ما بعده بلوك بين حقين فإذا وسط لا يجوز أن تقول بين حق قالوا بلا ورثنا لا يجوز إنه فات دغم نبدأ ندغمه واحد دغم الأول في الثاني ندغم الثاني في الثالث هذا لا يجوز في العربية ولذلك يقول ابن مالك هو لم يأمل من السماق ما تتخف لأخوذ لكم الوصول العربية تنبي نخل لكم هذا الشغل معكم بعد غير السبيل هو وجهات فذلك في جل العربية عاركم إن شاء الله في مرة كل إنسان يأجب الله حاولوا قتها وانتم تتطروا في العربية بس كل الفراغ لها واحد ما تنبي نخلص لكم هذه العربية بهذا الشغل هو لم يكن محرف في كلمة أدغيل لا كمثل صففي وزلول وكلال ولا ببي ولا فجثات جثات دوك تا في ضغطتي ما بقي لي ديك الضغط ثاني السين ثاني السردا ولا تجوز تاكيد بالعزاز وهو الجسد اخبار جسدنا ولا تجسد ولا تجوز تاكيد ولا قصص ابي ولا كهلالا وتزا في الالين وانتويه كن لي القليل فاقوبي الى اطولي هذه كتغام دروك لا يجوز دروك الوقت في الوقت يقول الى وصلت يقول بالحق قالوا بلى وربنا والى كان يقبل قالوا قالوا أليس هذا بالحق أوف واحد شويتين الناس ما ولا قطع في العربية ولا عند علماء الأدب لا في العربية ولا في الأدب هو قطع الصوت عند آخر الكلمة زمانا يتنفس فيه في العادة إلى ما خفتي راح تنبى ذلك راسك كيف وقتي على بعض الأيمان تقروا تقروا فتيحة الحمد لله قلنا بحلاج تقروا تقروا فتيحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا ما هو شيء
كان ولم يقبض القول معنى اوقف معنى احسن تسترى هناك يقول شي واحد تيجي زي ما رفض يقول اوقف معنى اوقف واش يلفوا عاود ثاني بتوت هذا القفاز غير قطع الجزره والسلامه ما وقت شيء ما يسمع حتى ياخذ راحته من فوق الى خذ راحته من الباب راهو ولا ما خذ لا ما وقت شيء يضرب يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك كيف بغيت يقول مالك يوم الدين اياك نعبد يدخل في السلمه يسكن ثم يصل هذا ما وقت شيء هذا غير تسكين فقط اما السكون ديال الوقت لا بد فيه من اخذ راحه نفسه فمن لم ياخذ راحه نفسه فانه لا يسمى واقفا انما يسمى مسكنا واصلا كما وصل سلف الترزان اما لا يسمى واقفا الغرض عندنا اكثر ما تجيك حبيت من البوليه البوليه ديك العين تقلقت واش نقول لها اياك نعبد واياك نستعين هذيك بنت اللي خاطر وين غدا ليا في الظهر في الظهر راه فيها غادي نزورها ما الا قلقلتي الا قلقلتي راه غيتسمى جدي فقد قالت واه ما في عندها في الظهر هذا استفحاش من ضربك زياده لان استفحاش عنده ما شنو هو ان تزيد في التاكل بقلقلته وان تزيد في الحركه بتوليد حرف امامها تسجيل الحاجة تدخل سكنة وتسجيل لها القلقلة في غير مضيع إياك نعبد وإياك نستعين هذا القلقلة نو نقول يتبردوا عندو تنقروا الأمور وتنفقوا من عند الأئمة ما تضربوا لها السنة ندرسها يقول الأئمة جاءوا الأدهى وجاءوا العربية وليس نقول يتبردوا إن معنى الإظهار فصبوا الحرفية عندنا بعده يرفض الحرب عندما بعد هذا هو الإظهار ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين هذا القلعة تبقاش إظهار حرام تقول نستعين نستعين هذه القلعة والقلقلة راه حروفها معلومة تتبوش في بويه تستوي كاف حروف القلقلة ولكن علماء هذا ما تضوهاش ما قبلوش ما قبلوهاش من علماء إذا فهم احنا ما غير تتبوش يتقوق ضابيضة هذه الإذا قد ضابيضة أي اقتحام وقع من أصابه الحامة خلفه لا أخير كذلك كاين من الناس اللي كيبدا اقتحام رنب تكون على بحال هادي كاين من الناس الثاني أيضا اللي كيجي للقلقلة كيقلق الميم قبل من الواو والباء كيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا أيضا لا يجوز هذا إفحاش الإفكار في الإظهار تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل ميم من الواو وما رضى إذا قلت عليهم ولا الضالين هذا لا وهذا سير تكبوه على بزاف حيت كيبغيو يقراو الميم هنا كيقلقلوها كيخافوا لا تقبلوا من عندو هنا تيقول بنو الجزائري واحضر لا دواوين وفاء تختفي عندك الواو عندك الميم عند الواو الفاء تختفي ديك الميم اللي بحال اللي معذبها هل إن ربهم بهم يومئذ لخبير قول هم وأزواجهم في ظلال خفت لا تقول هذا ذلك إلى حضر خاف معناها خل الواو واحد وصل يكون في زيادة ما يصبح طيب من ذلك على بس اللي تسجيل الإيوه على تسجيل تسجيل القلقلة هذا لا يجوز هم وأزواجهم في ظلال ما تقول شيء هم وأزواجهم في ظلال هذا لا يجوز الله أكبر كفى حسب هذا الباب في الفاتحة أولا عندهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الواو ديالك يوم الدين من القرى من يقول مالك يوم الدين يقلق الواو ولا لا يجوز من الناس من ينقص الواو ويذكره يقول مالك يوم الدين هذا بطل هذا انحاف نقص ومن الناس من يقول مالك يوم الدين يوم الدين كيف يقول يوم الدين كيف في الواو هذا ايضا لا يجوز ومنه ايضا يقلل الواو اذن هذه ملاحظات على اخطاء ثلاثه ملاحظات على ثلاثه اخطاء الخطا نقص الواو مالك يوم الدين الخطا الثاني المكتوب الواو مالك يوم الدين لا يجوز
خطأ الثالث قلقلة الواو مالك يوم الدين. وشنا والصواب واحد هذو ربعة واحد منها هو الصواب مالك يوم الدين. أنتم في قلق الواو دون مكت فيه ودون قلق فيه قرار ما تصعد ما تصعده أن تقرأه وهو أن لا تبطله وأن تقرأه دون مكت ودون هل خلت إياك نعبد وإياك نستعين كيف يقول نستعين في خلقه نستعين اهدنا كيف يقول كلها تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم متتقين لا يجوز أيضا صراط الذين أنعمت من جهة الأنعمت كيف يقول كلها كيف يقول كلها كيف يقول فيها وكل ذلك لا يجوز صراط الذين أنعمت كيف يقول صراط الذين أنعمت كل هذا لا يجوز وشنا هو الصواب صراط الذين أنعمت عليهم كذلك بالنسبة عليهم الياء عليهم كيف يبدر الياء كيف يقول صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم دليل. ومن الناس أيضا منهم كتب الياء صراط الذين أنعمت عليهم فتوقع لبعض الناس هذا لا يجوز وصل والصواب أن تنطق بالياء دون مسكين ودون قلق صراط الذين أنعمت عليهم عليهم كذلك بالنسبة لغير حال عليهم غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين هي ملاحظات جلد القلب يا الفاتحة وربما يقبل إثارة الزلجة على أخرى ويبقى في كل عنده شيء ملاحظة في قرية الفاتحة يذكرها ما حد ذا بهذا البال هذا وقع غلط ما كان ولا تقطع عليه النفس غادي يخص كل عبد واعي طبعا اي مالي على اي نبعث النفس حالتي ولقد تقول صراط الذين أنعمت عليهم وتقول النفس ديالو ما عطنا غادي تستقروا مال تقول إذا كان دكتش عن سمين وفيق النفس الله يسامحك الضرورة تسبحون حضورة وإذا كان دكتش غير أن تستعملوها لا يجد في الأذى هذا أخسر به إلو الهيب بس يقول يا رأي بس يسفي دلالي على أن تنرف كل شيء كل مرة تنرف كل شيء هذا قوة تركيبها تصبح الله يعني انت هكا بدي تقول هذا وين ادب ديال النصيحه مين بدي تسمع انت وين تترك وقت اللي بيصير الادب ديال النصيحه تقول تقول لي وليلة كان عندك شي عندك منطق القوات اللي بدك تسمو واحد عاد عندك وليلة كان عندك شي منطق النفس راه هو سامح ولا كان عندك غير هذا تديرو النفس ديالك يمكن يوصل راه ما يقدر غير يديرو انت غادي تقول لك هذا الشيء احنا انت راه قلت نتفق معاكم علي ما انا بجوج تقول راه ما تخاصم انا ما انا معاك ولا بدي تدخل في الامام وتقول لي اسيدنا الى انت النفس ديالك وين وبقي يقدر يوصل حتى ولا الضالين الله يخليك الى ما في الله راه هذاك الوقت ما ينبغي فين ندرك المراد بديك هذيك آية صراط الذين احسن الله الضالين آية وان ضمن هذوك المتعاطفين الغريب ولا فيها التكرار ديال المعنى فيه ديك لا تتنزه بهن غير هذيك الضالين راه مدخول الغير ديك لا فيها تنزيه على ان الضالين مدخول الغير والمعنى غير المغضوب عليهم وغير الضالين ولكن بقينا بالامس تنطلب الله تبارك وتعالى باش نتجنبوا طريق الذين خالفوا التوحيد عن علمنا وعن جنبه يجب تشملهم معنى واحد ما نستعملهم في نفس واحد هذا هو الادب الادب هو يكون هذا في نفس واحد الذين خرجوا عن دائره التوحيد عن علم في اليهود او عن جهل في النصارى ينبغي أن يكون هذان القسمان في نفس واحد
لماذا اللي قال تيدينهم في لباس واحد راهو الاولى وين كان دقتي عندك عند ضروره الله يسدد لك بس انت عاد ما درتش ما بيجي عندك حاجه من عندك ولا قول لها راه عندي لباس ولا باقي في الدار نقدر نسميها انا صباح خرجوا وهي اللي مسكت نضرب واحد من ثلاثه خرجوا انت لي لباس طويل وكتفاهم معاه واحد يلا شكون عندك تقول الفاتحة يعني باب الترتيب عندك تقول شنو على باب الترتيب باب الترتيب قول كيف حالك هل كان في خطر يوقع في الفاتحة تذكروا فيه لا لا من كيف تلك قاعدة كلها مجلس يلتو الفاتحة تالي تخطئها همزة توصل شيخ فدا ابن وعد ابن الزون حقوها همزة توصيف قطوع الفتح الوقت بها إلى جنوبنا نستطلم على أخنا أخنا راح تنفتنا وبنا نزداو الكلمة اللي تستمر وقنا في الفتحة ديال تلمزة ما جيت لمزة حقوها ولا بوزة إنما حقنا ما حرق هذا بسلا هذا حلو إنسان سيد مثلا بزعائل الفتح عانى الله مواضح جيد وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يقرأ كتب له الحمد لله رب العالمين الحمد لله بس بسم الله الرحمن الرحيم لك لبس ترجل وقل تحمده دبلا مطلوب الله أنه حق الحمد لله رب العالمين على رأي من يقول إن البسملة من سورة الفاتحة لتقول البسملة من أوائل السور كلها إذا سورة وعلى كل من يقول إن من الفاتحة وليس من السور البقية هذا اللي ما قرأه عند الصلاة بطينا في عدة آية حتى فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول إنها آية مستقلة في أوائل السور جاءت مستقلة
للتنبيه على أن هذه صورة. يا آية وإحنا انتقنا لا تعلمني بمسيحة. يعني أرى. ثم قال القرب من الملكية والغزالي من سفيا أبو حميد الغزالي من سفيا الورى علف مالا. وقالوا لا أن تكون صلاتك صحيحة على كلا المذاهب غير من أن تكون صحيحة على مذهب باطلة على مذهب. وكراهية المالكية لها كراهية أن تعد من الفاتحة كما قال المفروي في صحيح على الرسالة حيث قال صاحب الرسالة غير أنك لا تفتح بسم الله الرحمن الرحيم قال ثم المفروي لا تفتح بها على أنها من الفاتحة استفتاحك بها على أنها متيمم بها ومتبرك بها ومستعان بها على أداء القراءة فإنه مندوب ومستحق عند المالكية. نترك أن تكون مع المالكية. فقول المالكية إن البسملة تنقل معناه مفروض عدها من الفاتحة. أما استعمالها بدون اعتقاد أنها من الفاتحة عندهم فإن ذلك مندوب عندهم. هذه المالكية تحفظ. معناه يرى إلى بسم الله ويجي تكون معناه يحس بك يحس بك عبد الملك انت تصعب بسم الله ولا تعتقد انها من البديعه الله تعالى احس بك وضيعك انت وضعت احنا غير اللي كنت يقول بسم الله نقولوها ما بقى بقيت يستد من الملكيه على بسم الله البديعه بانها بتخصص وتجعل السيد فطر بك من اجل وكذا عبد الحمد لله رب العالمين قراءه اسماء الله سبحانه وتعالى سيطر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم تكرر فليس لك أبقى لا تعود ذلك أنه لك أبقى لا تعود ذلك أنه لك أبقى لا تعود ذلك لا تعود ذلك ثم جدت أنه البساط كان يفتتح الصلاة بإسم الله في العالمين على حسب ما كانوا يسمعوا لأنه ما كان يفتتح بسم الله هذا تكوين أو التي يبدأ بالحمد لله فلان معناه الحمد لله فلان اسم سورة فأنت يبدأ القراءة بالحمد لله فلان أي بالفاتحة الاسم احتمال واحتمال يقول ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال لذا تطرق إليه الاحتمال يحتمل كذا وكذا ما بقى بستدل به أما ما يستدل به ولكن قال يوم الله يمكن أنه نبي قال الحمد لله فلان معناه اسم الفاتحة لا تطرق إسم إلا عندهم الاحتمال وما تطرق إليه الاحتمال لا يصح به الاستدلال. يلا انتي بقيتي حاجة مع العبود تسير في الحركات واحذار المطار اتعادي كيف قال اسمه واحذار المطار اتعادي ايابا نعبد واحذار المطار نظرت لما نقرأ القرآن غير على حسب هواء على حسب الرسول من هو رجل كيف نقول الله عز وجل يكتب له واجب ايابا نعبد واحذار المطارين اللي يحذر يا كان هو يا كان سعيد كان اللي قاعد يا كان عبود هو يا كان سعيد أقول له سيد الله يبرو كان كل مكان عنده مكانه تقول ما يخلك يفتح تقول ما يخلك من قاعد وتبقى هذا عنده شيء عذر عن الله يقول هذا تلقي نعم
معلوم تقبل ولا حب شو ما يسمى ثم طار وتقري القراء وتحكم شو في القران هذه تابعه هذه مكتوبه هذه من خليفه الله يقلب له الرفع له وما ويجي يحضر يتعلم الفتح ما يحضرش ما يحضرش قدره ولا تقدر في زمان تفقه قبل ان تتزوجه كيف بدنا يقول لك انك اسفي غير في يرفض انك اسفي في القياسي في الطعام ما يرضاش يتكلم هو في حاجه مريحه تعلم ما يرضاش يتمس ما سوده الناس توزوا تفقهوا قبل ان تزوجوا قال صاحب الفتح الباري بن حجر ايوه بعد ان تزوج الى قلب المخالف الانسان يتعلم الى سوده الناس ولا الى سوده الله يهديهم وبس يا سمين يشريوا بها القمامه يشربوا بها قلت لك سياده الناس ما تفقهوا ما عندي في الراس تفقهوا قبل ان تزوجوا وبعد ان تزوجوا لما الانسان يحتاج التفقه والتعلم خير خلاص الإنسان عمره ما يستغني عن العلم العلم من المهدي إلا من مرقتي في حاجة إذا ما عمره فقطك فأنت أحكم بها إن كنت مسجدا لا تخليها للغير خليها اليهود والنصارى يبتوا فهو اللي بطب من أنت ما بيد تتعلم ترجع القرآن ولا يجب يتعلموا اليهود والنصارى ما اللي بطب يجب يتعلموا ولا المسجد ولا شوف تكون هما اللي بجين دي ما يرضوا كنا في أوائل حس النفس فابتكوا في أوائل افتتاح المجلس الجنة كنا نقترح على بعض طلبة أن يصففوا يعني المسجد وبخلافة المسجد تعلموا فتاة قال إن قوركم معروف وتعلموا أو مرور فلم يمشي هو الذي قصير ما إما نقى يا ولي ما مدعم كل جود وهذه كلا يقدر أقع أو لما ماشي قوة عريضة يقدر أقرب الناس الفتاة واحد في طريق الفرق يوم ما ينسى
الفرقه كيف الاخرى وهذه تحتاج على حاجه علاش كاينه طهاره شوف ما شوف الفرق ما تقرب فيه من القران علاش ما كاينش تتقى القران ديالهم وكذا يلاه غير هذا عنده غير هذا وهذا تحت كيف وهذا ما كاينش تحت كيف هو وين صلاة القران من جلس الحد اوان نكفيهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم تكفي نفس الله باش يتلى عليهم ما ظهر وقالوا برضه كثير يتلى عليهم الشيخ من الاوراد ومن كذا ومن كذا الى اخره حيث ما كانوا ظاهرين عسى ما كان عندهم الساعة لا يمكن القران يفسروا دروك تقول لهم القران تلقاه تيصيح من المسمع ديالو والقلب ديالو ما فارق انه حق التكفي لوحده لانه الى ولا قلبه قبل القران غادي يمنعوا من داك الشيء كله غادي يتفرق مع الوالد غادي يتفرق مع التعليم ومع الرضا ومع الهمزية ومع الصدقه ولكن يسلموا ما فيه يسلموا متسك يقولوا قال ابن القيم الجزية في كتابه التجال في كتاب القرآن عند تفسير القاسم في قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر لا يمسه إلا المطهر معنى الله تبارك وتعالى يقول لأن القرآن لا يمكن يمسه الشياطين وهو محفوظ من أيدي الشياطين لأنه بيدي الملائكة الكرام السفرة البررة بأيدي سفرات كرام بررة إذ نعمر الأيدي ديال السفر ومعنى راه القرآن نقيرة ما في شي كلمة ديال الصفة فيظن أن الله بأنه ما كاين شي كلمة ديال الصفة إنه ما كانوا تيتناولوا إلا الملائكة لم يخدموا الشيطان يحضروا في اليوم كان اسم المضاف قال هذا بالنسبة للملائكة وبالنسبة للإنسان لا يمسه بعقولهم إن المطهرون عقيدة وكذب لما كانت عقيدة مطهرة والمطهر ما يمكن يمسوه ويكسر بليه يقلبوا ويزيقوا بعض فلا يدرك القرآن بعقولهم إن المطهرون ولا يتأثر بالقرآن من جهة قلوبهم إن المطهرون من ثم ضد الزكاة ما قد يتأثروا بالقرآن ما ظاهرين لو كنت كانوا ظاهرين القرآن سيدركوا المعاني ديال القرآن لو كنت كانوا ظاهرين لابد غادي يتأثروا فدليل طهارة القلوب هو التأثر بالقرآن وهو التذكر بالقرآن فمن ليس له حق في تذكر القرآن ولا في التأثر به فليس له حق في الطهارة وهذا المعنى هو لشرطه الإمام عثمان حجاج لا طهرت قلوبنا هذا بعثم كلامنا لو كانت قلوبنا طهرة ونقية إنها صافية إنها القلب الصور إنها القلب الصور القرآن طاهر تشغيل في القلب الطاهر ما غادي نحس على واحد قلبي في مطايا يعني. لا طهورة قلوبنا لا كفى عزم كلام الله نزل قديم بعمل اسم الأحباب بعمل اسم الأحباب وقرأ فيه بعمل اسم يأتينا من كلام الله أبا وسلوك يتضايق من كلام الله ويترنح من كلام الله إذا سمعت لك سيتصرح ما يجي الصرف ولا قرب الله والو نفكت بالمحامد طالبها بشيء كشف مكسوسي في القران لا يمكن كتاب المحامد من قبل الله الا بتعلقه بحسن ولا عند بعد ما كان عندك لا كتاب معك بذلك ما قال عمر وتخليك كلام عمر وخلي كلام عبد الله بن مسعود وخلي كلام النبي هو الاول وخلي كلام الله هو الاول في المرتبه الاولى من اتبع كلام الناس كلام الخرافيين ستين لاجئين قال لي من مدح عن ابن الشطري في قواعد كان بي لما يقول في شيء عندك لا غادي تسبيه غادي تسبيه غير بعض المناسبات والشيء اللي تسبيه في شيء ما تيكون محسين بحال كيف قال لي اطلق كلمه قالها حتى كلمه ثلاثه الا كل شيء ما قال الله كنت تذكر وكان شعر الله في أبي روحة وهو قل والله لو الله ما اهتدينا سيعطر الله تبارك وتعالى إنه العز وأنت الله مطهر ولا أصبح والله لو الله ما اهتدينا ولا طفنا ولا طلعنا فأنت في الطلب في طلب هو الكلام كيف كلام ديال كلام حال منكم
لنصل الى بعض الصحابه عن التبقى. طيبه طيب وخبيثه خبيث، حال نصل ما في فرق. انا هذاك في الميزان وهذاك بلا ميزان، هذاك في الرهيب وهذاك في الميزان، هذا هو الفرق بينهم. ما بحال الان تاع كلام كلام بكلام، اما ان يكون من قبيل الشيء واما ان يكون من قبيل الشيء. والقران منزه عنهما بعد، لا ينسخ في الشعر ولا بالدنيا. القران لا يقال من قبيل الشعر ولا من قبيل، فهو مطلق كلام مطلق، لا يقيد بالاسم ولا بالدنيا. انه لو كنت تتقيد لو كنت غادي يكون سلم نفسي غادي يشوف وما في سلم نفسي فلا يقيد بالاسم ولا بالدنيا. لكي ينقسم المطلوب هو اكثر منه كلام الناس، ينقسم المطلوب وينقسم الى خبيث وطيب. خبيثه خبيث وطيبه، فانزل سكينه علينا وسكينه علينا. قال لي تاني فك الشعر ديال وياتيك بالاخبار من كيف وياتيك من لم تزوده بالاخبار. بل يقول اقرا، قال يا رسول الله وياتيك من لم تزوده وياتيك من وياتيك بالاخبار من يعني اختعالي تاملت بشاعرين وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لا يقال في القران انه منحور، انه كلام الله لا يتصف بنصر. وبالعروض ما ترتبط بهم، ما ترتبط بالميزان، هذا معنى النصر. النصر لا يرتبط بالميزان، فلا يقال في القرآن انه مرتبط بالميزان ولا مرتبط بالميزان. هذا كلام من جنس تقول، هذا ماشي كلام البشر تمثل في الدعاء ولا، هذا كلام خاص عند الى كلام البشر، هذا كلام الله، هذا كلام يضاف الى الله لا يقيد باحد هذه القيمين. واضح انا بس بقي واضح هو المراد. الله تبارك وتعالى انزل هذا القران على وجوه سبعه، على وجوه سبعه غير متفاضله متواتره وغير متفاضله وغير متناقضه، وانزله سبحانه وتعالى في اسلوب متنوع. كان فيه البدن في القضاء في العقائد في الاخلاق في 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 فهو متنوع الى انواع كثيره، في الاحكام في النظام في الاقتصاد. فقد انزله باسلوب متنوع لا يوصف بالسرير ولا بمثله، لا يقال انه من قبيل الشهر ولا من قبيل المثري، فهو مطلق باسلوب متنوع مطلق عن التقييد بالمثري او بالشهر، ومتواج بالصور، متواج بالصور وصوره متواجة بالآيات، فهو ذو صور وذو فواصل. على سبيل يكون الإنسان الثلاث، لو قالوا الصور بحال المناديل، بحال المناديل يكون داخل يديه ويديه أخرى غثمان بعض الكلام. أفضل أفضل الأعمال حال المصاحب الذي كلما حل في آخر القرآن ارتحل إلى أوله، وما أفضل الأعمال إن افتتاحه مع ختم حين وارتحال موصلا. النبي صلى الله عليه وسلم شبه قارئ القرآن بمسبب، ذلك المسبب في فعل المنزلة، في فعل المنزلة حسب المنزلة، هنزلة هنزلة غادي المنازل يسترع. كذلك تقرا واحد الصورة ربما يبي يحصل ديك المنازل، لو كان القرآن صورة واحدة، لو كان القرآن صورة واحدة غادي يحصل المنازل. تجي واحد صورة تكمل صورة المقارة قريبة تسترع، تدعو في كل صورة قريبة تلقى بعض واحد ما تدق فيه منه من صورة المقارة ما تجي مثلا صورة سنة فتبقى تحكي ما تدعو من صورة مثلا المائدة وهكذا. غادي تسألو تيرفع على حسب المراحل، على حسب هذه من الفواكه ديالها. قال هذه الآية وهي إياك نعبد وإياك
مثلا سعيد جاءت متوسطة إقرار كثيرة. هذه إقرار أنها مرتبطة أن ما قبلها وما بعدها يرتبطان بها، فما قبلها وهو الحد مرتبط بها، ما بعدها وهو العبد مرتبط بها كذلك. فيقال إياك نعبد بما في صدر الفاتحة ومن باب الربوبية والألوهية والرحمة إلى آخره. هذه الآية الثالثة الأولى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تسمى في جانب الله تبارك وتعالى بآية الإنعام، الحمد لله رب العالمين الذي أنعم عليك بالربوبية أي بالإيجاد بعد عدم بكذا إلى آخر ما سبقنا، فهي آية الإنعام في جانب الله، وهي آية المحبة في جانب الله، لأن النفوس مشغولة على حب من أنعم عليها ومن أحسن إليها، أو لا؟ النور مجرب له دليل، النفوس للعطاء تميل. يقول بعد ما فايق وغفل ويبدأ يعطيه ويقفل يبدأ يعطيه هذا الذي يتخلف عليه الطعام يبدأ يقفل إليه حمل أحسن كدوه من هذا الباب حمل أحسن أمر مجرب له دليل إن فتا للعطاء تميل هذا غير بالمعنى فالمعطي العظيم الكبير المحسن الأول هو الله تبارك وتعالى. ثم هذه الآيات تسمى في جانبنا بآيات المحبة، فلا بد من محبة المنعم المحسن أو لا؟ يعني آية المحبة في جانبها، آية الإنعام جنب الله، وآية المحبة في جانبها. الرحمن الرحيم هذه الآية آية جمال جنب الله، الرحمن صفة جميلة، الرحمن الرحيم فهي آية جمال في جانب الله، وآية الرجاء في جانبها، ترجى الحمد لله ويرجون رحمته، فهي آية الجمال في جانب الله تبارك وتعالى، وآية الرجاء في جانبنا، مالك يوم الدين، هذه الآية آية الجلال جانب الله، وآية الإشفاق والخوف في جانبنا، لا تسمع الله تعالى ما يشفق من أن تأخذك شفقة الله، لا بد من أن تشرف على نفسك من عظمته ومن عظمته من شرفه، مالك يوم الدين فهي آية جلال جنب الله، وآية الإشفاق في جانبنا، آية الإشفاق، وهذا الإشفاق ذاك الرجاء الرحمن الرحيم هذان الصنف هما اللذان الوصف الاول وهو الرجاء هو الذي يسوق الانسان الى طاعه الله اذا ما عندك الرجاء يتحرك ويطاع لا يتحدى منك ان تجري وراء الطاعه وان تتسابق افطار الا اذا دخلت بوصف الرجاء أن الزجر الذي يشترك على المعاصي والإشفاق والخوف هذا خوف بمنزل العقل يشترك على المعصية ويخوفك بالعقل وهذا من الصالح هم الغاية من العلم غاية على شيء قرأت السلام ليكون راجيا في باب الرحمة ومشفقا وخائفا في باب العقاب ومن لم يفيده صراط العلوم رجاء الثواب وخوف العقاب فخير له الجل من علمه وأنزله من سبيل العذاب وكثير ما يقول الله تبارك وتعالى بين هذه الوصفين في التفسير ذلك أنه حيث ذكر بعض أوصاف الأنبياء قال جملة أوصاف الجلوس ويدعوننا هذه كل الأنبياء ويدعوننا رغبا أي رجاء فيما عندنا من الخير ومن النهار ورهبا اي اشفاقا فيما عندنا من العذاب والحكمه ويدعوننا رغبا
كفار هبل. وإياي فارهبون وإلى ربك فارغب. وكذلك وإياه فارهب. معناها لا بد من هذا واحد وواحد كثير كثيرة يعني كل القرآن في الوعد الوعيد في الوعد لما عند الله من النهاية وفي الوعيد ما عنده من ألم من ألم أعذاب أو من ألم أعذاب. قل يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. احنا سيخشيهم الله احنا في معنى الرجاء يقول الله بالدنيا الانسان اذا كان مطيع ليتما يكثر نفسه انه يشوف نفسه الى خلاف البلاد يتم الله في مده عمله حتى يتوقف في عمله يخاف. قل يخشى الذين لو ضربوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه ابن غير الناس يجدوا هذه الذرية الضعاف اللي خلاها من وراه يكرمهم ويحسنوا مع ولاد الناس اللي خلاوا ليه. قل يخشى الذين لو ضربوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. رجاء مع السعيد بلا ما بو شيء الله رغبوب انا بطرغيب هذا وعد وطرغيب ابو جاه الطرغيب. ان الذين ياكلون عند الخلف عند الخلف جاء في اخر المثال والغير جاء في اول الحلقه يجب ان يكون تقارب اذا قلت مثلا ايه هي قريبه لي في الها ولكن قريبه لها من هذا من جهه الاختيار إن جات من هذا الجهة والقاف قريب حتى ولا ولكن من جهة الأول ديال الفم إك أه إن هاي قريبة حتى أنت كما تحرك تبوء الإيدار والقاف حتى يا كتاب إك إك إن لا عم تقربي غير هذاك جاب تقرب من جهة وهذا جاب تقرب من جهة اللسان اللسان الذي يقارب من أحرف اللسان حروف الحرف هو القاف مع الكاف سيقاربوا الغين والخاء لأن الغين والخاء جاءتا في أول الحلق في إذن الحلق لا غادي أكون معجبه في أول الحلق إلا مختلفا والقاف والكاف جاءوا في آخر الحلق عندها عندك بوحكي جاءت في إذن الحلق لكني مشرف على الحلق.